رمضان والأدوية المضرة للبول، أو لا الأدوية اللي كدير البول بزاف واللي معروفة وسط المرضى بلازينيكس. واللي خصنا نعرفوا بأن في مجموعة الأحيان ومجموعة الأسباب ولا الأمراض تلقاو راسنا مضطرين أننا نكتبوا واحد النوع ديال الأدوية اللي تنشف الذات واللي تيكون عنده أهداف أننا تنقصوا شوية الضغط على القلب، وكنكتبوه غالبا الناس اللي كتعاني من تورم في القلب أو لا تورم ديال الرجلين، صعوبة في التنفس. دونك واحد الفئة ديال الناس اللي كنكونوا في البروتوكول العلاجي ديالها كيكون ضروري من هذا النوع ديال الأدوية. الوغ بالنسبة للناس اللي كتاخذ هذا الدواء واللي كتاخذ جرعات كبيرة أو قياس كبير فيه، فمن الأفضل أنها قبل ما تصوم تستشر الطبيب ديالها، لأنه كما تنعرفوا هذا الدواء تيخوي الذات من الماء، يعني أصلا تينشف الذات. و في حالة الصيام دونك كنمتنعوا على الاكل والشرب لمدة اللي كتزيد على 14 ساعة. وخصنا نعرفوا في هذه السنوات الأخيرة رمضان تيجي في الصيف، يعني حرارة مفرطة، يعني اجتفاف اكثر. الوغ الا تزادوا هاد ثلاثة العوامل وزدنا يعني الحرارة واخذ ديال الدواء وزدنا لهم الصيام، ممكن اننا نعرضوا الحياة ديال الشخص للخطر عن طريق الاجتفاف الحاد وبعض المرات فقدان او لا تضرر ديال الوظيفة ديال الكلى. الوغ في بعض الاحيان تيكونوا المرضى تياخذوا جرعات اللي هي قليلة، وتيكون او الطبيب ديالهم ما تيمنعهم شيء من انهم يصوموا، غير انما تنفضلوا او لا تنطلبوا من المريض انه ياخذ هذا الدواء مباشره بعد الفطور، ونتجنبوا بشكل قاطع اننا ناخذوه في السحور باش ايفيكتيفمون ما نتعرضوا شيء لهذا الاجتفاف.